يسعد اوقاتكم وين ما كنتوا عم تشوفونا، واحييكم من داخل اجواء جوله مضيق البوسفور يلي بيربط بين بحر المرمره والبحر الاسود، ويبلغ طوله 30 كيلو متر، ويمتد عرضه بين 550 متر و 3000 متر. مياه مضيق البوسفور مصنفة ضمن مجال الملاحة الدولية، وتعتبر حركة السفن بالمضيق واحدة من أهم النقاط الملاحة البحرية العالمية. Başımda dert olmayınca Ateş olsam bana ne yazar İki bütü bile yakamayınca لا تقتصر أهمية المضيق على الملاحة البحرية، إذ يعد وجهة سياحية في غاية الأهمية لمدينة إسطنبول، حيث يربط بين القسم الأوروبي والقسم الآسيوي من المدينة. وضفتي المضيق غنيتين بالمعالم الأثرية والسياحية التي تضعك أمام مشهد في غاية السحر والجمال. Bulurum açık kalpler kendime Sen derdine yan git hadi güle güle Benim ahımla gidebiliyorsan ilerle ندعوكم لزيارة اسطنبول والقيام بجولة مضيق البوسفور، فالمعروف أنه من أتى إلى اسطنبول ولم يقم بهذه الجولة فكأنه لم يزور اسطنبول.